سلام. في واحد الموضوع جديد، يعني بعيد شوية على فليك، وبعيد شوية على يعني اللاعبين، وبعيد شوية على المدربين. يعني مشاكل باش نديروا الإطار نتاع العمل ديالنا والإطار نتاع الكلام ديالنا اليوم. مشاكل مشروع الكامب نيو الجديد، هذا التيران اللي راه كيتبنى من جديد، واقعين فيه بعض المشاكل. شوف، راه حتى حاجة ما كتخلو من مشاكل في برشلونة، غير باش نكونوا واضحين ونكونوا عارفين فين كنهضروا. البارسا يعني ما حد ما كيلعبش دابا في التيران ديالو، يعني من واحد الناحيه الاقتصاديه ما حدنا كنلعبوا في تيران بعيد، الا وهو مونجويك نفس المدينه ياك، ولكن هذاك التيران تاع مونجويك راه ماشي ديال برشلونه، بعباره اخرى راه ديال البلديه، يعني ديال الاقليم تاع كاتالونيا. يعني البارسا ملي كتمشي تلعب فيه كتخلص اموال، يعني غير باش نتفاهموا راح كنخلصوا كنكريو التيران باش نلعبوا فيه. وراكم شفتوا هذا العام الجماهير ما كتدخلش للتيران بزاف، ما عجبهاش داك التيران، لانه داك التيران كان تاع الغريم التقليدي، الا وهو يعني اسبانيول، او كما يسمى عند الكاتالانيين بالابن العاق. فلهذا البارسا كتخسر اموال، ما حدا كتلعب في داك التيران وهي كتخسر اموال، كتدخل فعلا بعض الاموال، ولكن مجمل الاموال كتمشي في كراء الملعب، الكراء نتاع الملعب والكراء يعني نتاع المرافق المحيطه بالملعب، فين يتريني وفين يدوشو وفين، راه كلشي هادشي كيتخلص. يعني البارسا تخسروا اموال، ما حد دافع التيرا هذا. هذه واحد الناحيه الاولى. النادي يعني يؤكد بان الاعمال تسير بوتيره جيده، هادشي اللي كيقولوا البارسا، كيقول لك بان الامور تسير يعني بطريقه حسنه وبطريقه جيده، مزيان ماشي مشكل. كاين واحد الجمعيه يعني في اقليم كاتالونيا تضم اكثر من 150 مهندس معماري، داروا واحد الجمعيه باش يشوفوا ماذا يقع يعني في هذا البناء نتاع هذا الصرح، لانه شوف راه نيو كومب راه ماشي تيرا عادي. دائما اقول بانه البارسا مرتبطه ارتباطا كبيرا، اما واحد الناحيه سياسيه وواحد الناحيه اقتصاديه. راه غير باش تفهم راه الوضعيه نتاع الفريق الكاتالوني وضعيه خاصه جدا في العالم ككل، لانه هذا الفريق هذا بني على اسس كرويه سياسيه واقتصاديه. راه هذاك التيران تاع نيو كومب تاع شاكي يجيب للمدينه مدينه برشلونه من اموال، لانه السياح اللي كيجيو كلهم تقريبا الاقليم كاتالونيا، خلينا من السواح اللي كيجيو للاسبان كلها، اللي كيجيو للاقليم فقط الكاتالونيا كلهم كيمشيو للتيران. يعني التيران كيتعتبر واحد المعلمه سياحيه بامتياز. هذه افكار خصها تكون في الراس نتاع المشجعين باش نفهموا كي نديروا نهضروا. هاد الجمعيه فيها 150 مهندس معماري بارزين في كاتالونيا، سميتها اركيتيكيت بير اركيتيك، ما فهمتش بالاسبانيولية يعني واحد الاسم كاع في شكل. المهم عندها واحد الاسم ديالها اركيتيكتي بير اركيتيكتي، المهم يعني بحال هذيك اللعبه نتاع ارشيتكت ارشيتكتيرا بحال هكا، هذا هو تقريبا انا اللي فهم ارشيتكت ارشيتكتيرا بير ارشيتكتيرا. نظمت واحد ندوه حول مشروع اسباي بارسا، هذا اسباي بارسا، هذا المشروع اسباي بارسا هو هذا المشروع نتاع البناء نتاع الملعب الجديد، سميتو اسباي بارسا. راه كاين بعض لي تيرم الدراري ما كيفهموش، ملي كتقول له استوديو بارسلون كيقول شنو هو استوديو بارسلون، ولا كتقول له هذا اسباس بارسلون كيقول شنو هو هذا اسباس بارسلون، هذا سميتو اسباس بارسا، هو المشروع نتاع بناء الملعب الجديد. تساءل هذا العدد الكبير تاع المهندسين، منهم يعني من خيره المهندسين كاين واحد السيد سميتو اوسكار توسكيس وماريو كوريا، هادو هما الزوج الطوب نتاع هاد المهندسين في هاد 150 واحد. تساءلوا عما اذا كان العمل يعني في المشروع الجديد نتاع اسباي بارسا قد خان المشروع الاصلي، لانه شوف راه المشروع الاصلي حطوه ديجا بعد لابورتا في 2003 من جا عطاه مشروع اسباس بارسا، يعني في ديك الوقيته جا موراه روسيل جا موراه باريتيمو كانوا يؤيدون نفس المشروع. يعني هاد الناس هادو اللي قلت لك اوسكار توسكاس وماريو كوريا يعني تساءلونا عن اذا ما كان العمل قد خان المشروع الاصلي نتاع 2016، لانه كانت واحد المصادقه تامه على هذا المشروع في 2016، بدا لابورتا في 2003 والمصادقه النهائيه، لانه باش دير مشروع ضخم بحال هذا راه خصك يعني اشياء كثيره. المصادقة الرسمية تمت في 2016، لأنه كانوا حاصلين من يجيبوا الأموال، وكانت واحد الفكرة أخرى أنه يبدلوا كاع بلاصة الملعب،
كانوا باغيين يبدلوا، باغيو يديروا له جزيره بحال يبنيو بحال واحد الجزيره في البحر، يبنيوها كانوا غادي يديروها في البحر. ساعه كانت التكلفه يعني جد خياليه، فلهذا المصادقه الرسميه كانت في 2016. هاد المهندسين قال لك واش هذاك المشروع اللي صدقنا عليه في 2016 هو الذي يطبق الان؟ ها الاشكال الاول، يعني كان خروقات، لانه المشروع الاصلي الاول كانت غادي تدخل له واحد الشركه يابانيه، حاليا اللي شد المشروع شركه كاتالانيه مع شركه تركيه. غادي نجي من بعد غادي نفهمكم هذه الاشياء. الشركه اليابانيه كانت سميتها نيكان سيكي، نيكان سيكي كان هذا هو الاسم ديالها، هذا هو اللي صادقت معها يعني البارصة على المشروع في 2016. الان تقوم الاعمال بشراكه من شركه كاتالونيه متخصصه في المباني الصناعيه سميتها توريلا ارشيتكتيرا، المهم هكا سميتها توريلا، المهم عقلوا على توريلا، الاخرى ارشيتكتيرا يعني ارشيتكتور باش تفهموا يعني هندسي، سميتها توريلا او توريا، المهم كل الكلام الاسباني يعني يختلف. والشركه التركيه ليماك، هاد الشركه التركيه سميتها ليماك. دابا هاد الشركه الاسبانيه توريلا او توريا هي المسؤوله عن التصاميم، يعني المسؤوله على كل ما هو هندسي، والشركه التركيه مسؤوله عن كل ما هو بناء او كما كنقولوا على ارض الواقع يعني الخدمه. يعني هادو هما الزوج مسؤولين على هاد الكومبنيو الجديد. اعترف البارسا مؤخرا بان المهندس الذي سيصمم الملعب الجديد هو فيدي هويسترا، سميته هكا فيدي هويسترا، وهو اسم لم يكن معروفا ابدا في الاوساط يعني نتاع المهندسين المعماريين في كاتالونيا كلها، يعني واحد الاسم جديد. ها علاش هاد الجمعيه نتاع المهندسين نط ريكلامي؟ شكون هو هاد السيد هذا؟ راه ما معروفش في اوساط المهندسين يعني البارزين في كاتالونيا تعطيو لهم مشروع كبير بحال هذا. ها اشكال، راه هادو هما المشاكل اللي واقعين في فرا البعض يتسحب له راه التيران كيتمشى بواحد الوتيره يعني جيده، راه كاين اشكاليات، ولابورتا دائما يعني يجيب لك شي حاجه خارقه للعاده. خلى مثلا نخليو حنا الطب نتاع المهندسين في كاتالونيا نجيب واحد مهندس مبتدئ، اشكال هذا، ربما تترتب عنه يعني معوقات، ربما تترتب عنه فشل المشروع ككل. هذا راه مشكل كبير، عليها نطت الجمعيه تحاسب البارسا برئاستها وبأعضائها. قلنا بانه هذا السيد ليس معروف لدى المهندسين المعماريين في كاتالونيا، يعني اسم جديد، ولو انه يعني هو المدير المعماري لشركه توريلا الحاليه او توريا سميوها كي تبغيو. واعترف برشلونه ان اختيار شركه ليماك على حساب الشركه اليابانيه، ها علاش تبدلت الشركه، كانت يابانيه ولات دابا شركه تركيه. والشركه يعني اعترف البارسا بان اختيار شركه ليماك على حساب الشركه اليابانيه تم بناء على عده اشياء. واخا الشركه التركيه طلبت مبلغ اكبر من الشركه اليابانيه، يعني شوف ملي كيديروا مشروع بحال هذا كيديروا الميزون شير، يعني كيديروا المزاد ونشوفوا شكون اللي غادي يعطي احسن اوفر. الشركه التركيه ما عطاتش احسن اوفر من الناحيه الماليه، طلبت اكثر، ولكن عطاتك واحد الضمانات اخرى انها ستنجز يعني المشروع في اقصر مده ممكنه، وهذا الشيء اللي كانت تقلب عليه البارسا. بغاو التيران يوجد فيه السعر، لانه الشركه اليابانيه طلبت اكثر من سنتين، قلت لهم انا خصني اكثر من سنتين وندير لكم داك الشيء زين ويعني وداك الشيء مضمون وكذا. الشركه التركيه قالت لا انا نقدر نديرو مثلا في سنه ونص، فلهذا اختاروا انهم يربحوا الوقت يديروها في سنه ونص، لهذا تم اختيار هذه الشركه، ولو ان الشركه اليابانيه احسن بكثير من الشركه التركيه. هالخلل الثاني يعني فهم كي تبغي، يعني البارسا يعني يعترف مؤخرا بانه دار مهندس ليس بكفء جيدا، اختار شركه ليست بالجيده جدا ولكنها تلتزم بالمواعيد الجيده، ولقاو بان هناك يعني في خضم هذا العمل لقاو بان هناك مخالفات كثيره. لانه شوف الشركه الام او الشركه الكبرى قلنا الشركه التركيه، ولكن الشركه التركيه جابت معها مجموعه كبيره من الشركات، يقال بانه كاين 59 او 60 شركه تخدم داخل التيران. لقاو بان هناك مخالفات في العمال متعاقدين مع الاتراك من حيث الامن الوظيفي،
لا سيكوريتي نتاع 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 لي شونتي، لا سيكوريتي نتاع لي ترافو. لقاو بان هناك خلل في الاتفاقيات وساعات العمل، لانه شوف اوروبا كيخدمك 8 سوايع، ما تخدموش 9 ولا 10، هذا يتسمى يعني نوار. لقاو بان الاجور نتاع العمال يعني في العمل الاضافي والانتساب الى الضمان الاجتماعي فيها التخروض، كيديكلاري وقت 3 سوايع وانت كتخدم 10 سوايع، وحتى بالنسبه للفلوس كيعطيوك انت راك خدام 8 سوايع وهما راهم يخدموك 12 ساعه مثلا. يعني كاين خروقات وصعوبات جمه. نمشيو لواحد المحور، نسينا هذا المحور الاول غير باش نتفاهموا، هذا المحور الاول باش نبلعوا. حسب صحيفه ريفيديو، البارسا ربما يدفع 1.5 مليون يورو كتسويه لعمال النيو كامب بعد تفتيش العمل الذي قامت به الحكومه الكاتالونيه، لان الخروقات الكثيره غادي يترتبوا عنها يعني كما كنقولوا ضرائب، خصك تخلص دي زاموند مخالفات. البحث والتحقيق وجدوا بان 40% يعني 40 ماشي عفوا في المئة، لقاو 40 شركه من اصل 60 شركه كلها دارت مخالفات، فلهذا البارسا غادي تنضرب واحد البرواسي. في المحور الثاني غادي ننتقلوا لمحور اخر، البارسا في مفاوضات، خلينا دابا نيو كومبو والمشاكل ديالو. البارسا راه في مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي للعوده ابكر الى ملعب النيو كومب الجديد. شوف البارسا بغات تكمل دور المجموعات بواحد الماتش ولا جوج في النيو كومب الجديد، وهذا مخالف تماما للوائح الليغا، لوائح عفوا الفيفا ولوائح الاتحاد الاوروبي، لانه الاتحاد الاوروبي كيقول لك تبدا واحد المسابقه في واحد التيران تكمل فيه، يقدر يوقع استثناءات ولكن دور المجموعات ضروري تكمل في نفس التيران ضروري. البارسا بغات واحد الاستثناء وطلبت من الاتحاد الاوروبي انه اخر مقابله او مقابلتين يكونوا في النيو كومب الجديد بواحد السعه، يعني ما غاديش تكون اجماليه كثيره، واحد السعه غتحددها. دابا الاتحاد الاوروبي يعني وقع في واحد الحرج الى عطيناها البارسلون فضيحه مع الفرق الاخرى في الاتحاد الاوروبي، القانون يمنع على الاقل الاتحاد الاوروبي كيقول لك كمل دور المجموعات في المونجويك من بعد نديروا لك استثناءات، يعني دور المجموعات ملزمه البارسا انها تكملوا في المونجويك مورها نشوفوا، وغادي يشوفوا علاش الا كانت شي مساله تخدم الكره الاوروبيه وتخدم الكره العالميه ممكن نتحول لكم نيو كومب، سينو غادي تكملوا لا سيزون كامله في ملعب المونجويك. القانون يعني واضح في الفيفا، يقول يجب على الفريق اللعب في ملعبه طيله البطوله، واذا وقع شيء طارئ على الاقل يلعب دور المجموعات في ملعب واحد، ثم يكون هناك بعدها ما ينظر اليه من اجل مصلحه اللعبه ومصلحه الفرق كذلك المنافسه. هذا هو القانون تاع الاتحاد الاوروبي. بصح البارسا بغات استثناء، لا الله يخليكم خليونا نلعبوا علاش البارسا باغا الاستثناء؟ فلوس. انا قلت لك في الملعب تاع المونجويك احنا كنخلصوا، يعني كاع داك الشيء اللي كتجيبوا ربح كتعطيه للبلديه، فلهذا البارسا بغات تستافد ولو يعني في مقابله، راه شوف راه غير مقابله واحده او مقابلتين تدخل لك ما بين 5 8 مليون اورو، يعني على حسب الخصم شكون هو. فلهذا البارسا دابا عاقت بانها كتخسر اموال، لهذا اخترت هذه الشركه التركيه تنجز العمل في يعني في ظرف جيد وظرف قياسي، راه كل شيء مترتب على المال، اي مقابله تلعب في المونجويك البارسا خاسره فيها، كتخسر فيها اموال، لانه ما تنساوش بانه الجماهير ما كتدخلش المونجويك بواحد الكثره كبيره. البارسا تريد يعني العوده من اجل ضمان دخول الاموال، لان ملعب المونجويك يبقى ملعب مكترى من طرف يعني البلديه نتاع برشلونه، فالبارسا تخسر فيه اموال كثيره ولاسباب رياضيه اخرى ولاسباب يعني نفسيه واقتصاديه، لانه شوف نفسيا الجماهير الكاتالونيه تكره هذا الملعب ما بغاتش تدخل له، وحتى بالنسبه للقضيه الماليه فعلا البارسا تخسروا اموال ما حدها تلعب في المونجويك، ما كاينش الجمهور، كان خلصوا البلديه، كان خلصوا ترونسبور، كان خلصوا يعني كل شيء ضياعه في ضياعه. فلهذا قلنا بانه الازمه يعني احتدت من خروج البارسا، من يعني بعض النقاد قالوها النهار الاول قال لك ماشي هذا وقت باش نبنيو تيران جديد، ولكن لابورتا له اراء يعني اخرى، يعني شكون اللي قد لابورتا غير ربي والبحر. شكرا.